بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. يقول وبالله التوفيق، قال الإمام أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، في متنه المشهور المعروف في غاية الاختصار، قال: الحمد لله. وتكلمنا في المرة السابقة عن أركان الحمد، وقلنا بأنها خمسة أركان: حامد ومحمود ومحمود محمود به ومحمود عليه وصيغ، وفصلنا الأمر فيها تفصيلا. نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى ذلك. ثم انتهينا إلى تعريف الحمد لغة ولم نبدأ فيه، واليوم نبدأ في تعريف الحمد في اللغة، ثم بعد ذلك نتكلم على الحمد في الاصطلاح، ثم بعد ذلك ننطلق نكمل بقية المقدمة. والعلم عادة يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مصابرة ومجاهدة، والسطحية أسهل شيء ولكننا لا نجيدها، والسهولة واليسر والسرعة في الكتاب وإنهاؤه بطريقة يعني مختصرة كل يجيده ولكن لا نجيده، لكننا نريد أن نعطي كل شيء حقه مع عدم الإخلال بحالة المبتدئين ومع عدم الإخلال بمقصد الكتاب. الحمد اللفظي وهو الحمد الحادث لغة: الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء تعلق بالفضائل أو تعلق بالفواضل، سواء تعلق بالفضائل أو تعلق بالفواضل. لغة: الثناء أي الذكر الجميل عند بعضهم، ومطلق الذكر عند بعض آخر، فذهب بعضهم إلى أن الثناء إنما يرد فيما إذا كان بخير، ولا يطلق الثناء على الذكر بشر. هذا مذهب لبعضهم، يقول بأن الثناء لا يكون إلا في مقابلة الخير، وبعضهم يقول لا، هو في مقابلة الخير وفي مقابلة الشر. واستعمل في ذلك حديث الجنازة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا فهو خير، ومن أثنيتم عليه شرا فهو كذلك. فأطلق الثناء في مقابلة الخير وأطلق الثناء في مقابلة الشر. فهذا المستدل يقول بأن الثناء يطلق ويستعمل في الأمرين معا، والقائل بذلك هو سلطان العلماء العز، والقائل بأن الثناء إنما يستعمل في الخير هو جمهور العلماء. وأيا كان الأمر فالأمر سهل وهين. الثناء أي مطلق الذكر أو الذكر بخير، والذكر لا يكون إلا باللسان، فذكر اللسان بعد ذلك كما في التعريف الواردة في الكتب إنما هو لبيان الواقع. يبقى الثناء يعني الذكر بخير أو مطلق الذكر باللسان، فقولنا بعد ذلك باللسان هذا قيد لبيان الواقع. طب وما المراد باللسان هنا؟ هل المراد باللسان آلة النطق، أم المراد بها مطلق الآلة المعبرة عن الحمد؟
هل المراد باللسان الآلة المعروفة التي يخرج منها الكلام الآن أو تساعد في إنشاء عملية الكلام، أم المراد بها مطلق آلة النطق؟ حتى لو فرض أن الله سبحانه وتعالى خلق في اليد إمكانية النطق فنطقت بذكر الله وأثنت عليه خيرا كان ذلك حمدا. فالمراد باللسان آلة النطق لا خصوص الآلة المعروفة لدينا. يوم تشهد عليهم أرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى في هذا اليوم يخلق على الجوارح وعلى الأقدام وعلى الأرجل إمكانية النطق ويقول لها تكلمي، فهذا جائز. سبحان الذي خلق كل شيء، أنت الآن تجلس وتسمع التلفزيون وهو يتكلم والراديو وهو يتكلم، والذي فعل ذلك هو الإنسان بتقدير رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله على كل شيء قدير. قال على الجميل، الجميل سواء كان جميلا عند الحامد أو عند المحمود أو كان جميلا عند غيرهما. يبقى الذكر يعني باللسان على الجميل. الجميل ده بقى أنه اللي هو أي ركن من الأركان. ألم نقل بأن الحمد له خمسة أركان؟ حامد الشخص الذي يصدر الحمد، ومحمود الشخص الذي يقع عليه الحمد، ومحمود عليه، وإيه تاني؟ هو محمود به وصيغة على الجميل. دي ترك أي ركن من الأركان؟ المحمود عليه. طب هل يشترط في المحمود عليه أن يكون اختياريا؟ نعم. فإذا أكرمك الشيخ خيري زي أخونا كده أكرمني ووضع لي التفاح في الكوب فأقول له جزاك الله خيرا، هذه الكلمة التي هي جزاك الله خيرا حمد. لماذا؟ لأنها ذكر باللسان على الجميل. الجميل أنه يعني وضع لي التفاح في الكوب. طب وضع التفاح في الكوب ده أليس هذا أمر اختياري؟ نعم أمر اختياري. يبقى الجميل لابد وأن يكون اختياريا. يعني اختياري يعني داخل تحت القدرة، أو هو يعني ناشئ مما فيه اختياري على كلام طويل بين العلماء، ولذلك قالوا اختياري حقيقة أو اختياري حكما. ده فعل وضع الكوب. طب ربنا سبحانه وتعالى تحمده على ذاته أليس كذلك؟ طيب ذاته اختيارية لكنها منشأ لأفعال اختيارية، فالاختيار هنا إن كان هو المحمود عليه يبقى إما أن يكون اختياري في الحقيقة أو اختياري في الحكم. فحمدك على الأفعال الاختيارية هذا لا بأس به. طب وحمدك على ذات الله وحمدك على صفاته اختيارية ليست اختيارية، ولذلك قالوا الاختيار حقيقة أو حكما، لكن الذات يصدر منها الأفعال وهذه الأفعال اختيارية، الخلق والرزق إلى آخره. ولذلك قال علماؤنا ليدخل الحمد على صفاته الذاتية فإنها اختيارية باعتبار متعلقاتها، باعتبار أنها يصدر منها المقدورات والمسموعات والعطاء والرزق وهكذا. على جهة التبجيل يعني على طريقة وعلى سبيل هو التبجيل، والتبجيل هو التعظيم والتعظيم هو التبجيل.
فلا يعني يتأتى أنك تثني على أحد خيرا ثم بعد ذلك تضربه، لأن هذا لا يكون ثناء، ده إهانة. ينبغي أن يكون الثناء صادرا باللسان على الجميل الاختياري مصحوبا بالتبجيل. ما تدلوش يعني تفاحة شكرا على ما قدم إليك ثم بعد ذلك تضربه على قفاه، لأن هذا ليس على سبيل التبجيل، وإنما على سبيل بعبارة المصريين على سبيل الاستعباط، على سبيل. قال: سواء تعلق هذا الجميل بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. إيه بقى النعم القاصرة والنعم المتعدية؟ الفضائل متعلقة بالنعم القاصرة. يعني إيه النعم القاصرة؟ هي التي يتوقف، هي التي لا يتوقف، لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثرها إلى الغير، كالعلم يتصف به الإنسان وإن لم يعلم أحدا شيئا. قاعد بيقرأ وبيتعلم وفي محراب العلم، حصل له العلم وحصلت له المعرفة، ولكن مع ذلك لم يعلم أحد. هذا العلم الذي اتصف به فضائل أم فواضل؟ فضائل. لماذا؟ لأنه لا يتوقف حصوله على تعدي الأثر إلى الغير، ولذلك هو تعلم ودرس ولكنه لم يعلم. قال: والفواضل بالعكس. فاضل زي ايه؟ لا يوصف الإنسان بها حتى يتعدي أثرها إلى الغير، ولذلك لا يوصف الإنسان بالكرم حتى يتعدى الكرم إلى الغير. منين أعرف إنك كريم؟ من أين أصفك بالكرم؟ إلا بعد أن أرى منك عطاء، بعد أن أرى منك إخراجا لما في جيبك، وإطعاما للطعام، وإكراما للضيف، ووقوفا وإلى آخره. فالفواضل لابد من حصول تعدي الأثر إلى الغير حتى تحصل للإنسان، كالكرم. هل يسمى الإنسان كريم إلا بعد أن يعني يطعم الناس ويقوم على خدمتهم؟ لا. طب الشجاعة؟ قالوا أيضا الشجاعة كذلك من الفواضل. لماذا؟ لأنه لا يسمى شجاعا حتى يمتحن بالشدائد. يعني يخش عليه أسد، ماذا ستصنع مع الأسد؟ فإن وقفت وصبرت يبقى أنت شجاع، وإن هربت وجريت لا يبقى أنت مش شجاع. طب سيبني ياكلني، وماله خليه ياكل جعان. طيب، وخرج باللسان. خرج بقى باللسان أشياء كثيرة، مش عايزين نخش في هذا المجال، وهذا على سبيل الاختصار والاقتصار. طيب، وعرفا. عرفا فعل. ايه بقى عرفا؟ يعني الحمد في العرف. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم على الحامد او غيره، سواء كان ذكرا باللسان ام اعتقادا ام محبه بالجنان ام عملا وخدمه بالاركان. طيب، هنقولها واحده واحده. فعل، فعل يشمل الأفعال التي تصدر من الإنسان، سواء كان فعل اللسان بحركته ونطقه بالحمد، أو باليد والجريحة، أو بالقدم، أو بالقلب، وهكذا. فالفعل هنا يقصد به كل ما يصدر من الإنسان. الفعل هنا المراد به الشامل لأفعال الجوارح وأفعال القلب. ينبئ يعني يظهر ويدل عن تعظيم المنعم
المنعم يعني المعطي الذي تفضل كأخينا الآن أعطى ووضع التفاح في الكوب فأعطيت له هذا القلم مثلا، يعني مش حقيقة ما تقبلوه، فأعطيت له هذا القلم، والقلم ده دلوقتي بقى غالي يعني، وأنا أحب الأقلام. أعطيت له هذا القلم، يبقى ده إيه؟ ده فعل أنبأ عن تعظيمي له، حيث إنه قد أنعم علي ووضع التفاح في الكوب، فاليوم يوم التفاح. أو قلت له مثلا جزاك الله خيرا، يبقى فعل باللسان أنبأ عن تعظيمي له من حيث إنه قد أنعم علي. أو إن هو وضع التفاح لأخونا خيري أو أخونا خيري فأعطيته القلم، لماذا؟ تعظيما وتوقيرا وتقديرا لأنه قد أنعم على إخوتي في الله. فسواء أنعم علي أو أنعم على غيري الأمر لا يختلف، إنه منعم على الحامد الذي صدر منه العطية أو أنعم على الغير، سواء كان ذكرا، سواء ذكرت هذا الحامد الذي أنعم علي أو على غيري بلساني ذكرا حسنا، أم اعتقدت أنه رجل صالح، هو وضع أكرم هذا أخي وأكرم من بجواري فاعتقدت أنه رجل صالح وأنه رجل طيب، يبقى ده إيه؟ ده برضك حمد عرفي، لأنه فعل بالقلب أنبأ عن تعظيم المنعم من حيث إنه قد أنعم على إخوتي في الله. أم أنني بعد ذلك يعني ساعدته في دراسته بسبب أنه خدم الناس، هذا أيضا نوع من أنواع الحمد. طيب مسألة سهلة جدا جدا وبسيطة، يبقى الحمد عرفا يا مشايخ فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره، سواء كان هذا الفعل حاصل باللسان أو حاصل بالجوارح أو حاصل بالقلب، سهل خالص. ثم بعد ذلك قال رب، الحمد لله رب، دي بقى شيء لطيف قوي في رب. قالوا رب أصله رابب، رابب يعني اسم فاعل. ايه اللي حصل؟ حصل ان الالف حذفت فاصبح ربب. طيب ما بتنطقش كده في اللغه، وتقابل حرفان احدهما ساكن والاخر متحرك فادغم الساكن في المتحرك فاصبح رب. اصلها ايه؟ رابب، على انها اسم فاعل، وممكن ما تكونش كمان اسم فاعل، ده احنا بنفكر جوه ايه، ما شفناش اللغه وضع اللغه وهو يعني يضع هذه الكلمات وكيف يضعها، وانما احتملت عقولنا ذلك وتصورت هذه الحاله الاولى لعمليه وضع اللغه. ويصح ان يكون رب صفه مشبهه، واذا كان صفه مشبهه لا حذف حينئذ. صفة مشبهة يعني إيه؟ يعني هو موصوف بالتربية، والتربية ملازمة له لا تزول عنه أبدا، لأن الصفة المشبهة لا تزول عن موصوفها. وقالوا عنها صفة مشبهة لماذا؟ لأنها شبيهة باسم الفاعل، لكن الفرق بينها وبين اسم الفاعل أنها لازمة لموصوفها، وأن اسم الفاعل يأتي ويذهب. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين صفة مشبهة، فالمالكية له سبحانه وتعالى لا تزول عنه أبدا. وأما المالك في غير الله يتصور فيه الإزالة.
النهاردة ممكن يملك ويملك وبعد بكرة ما يملكش. وهو من التربية، رب من التربية. والتربية معناها أن تأخذ الشيء على مراحل، كولدك الصغير يولد يربى بالطعام الشراب شيئا فشيئا فشيئا حتى يبلغ إلى مرحلة يعتمد فيها على نفسه. يبقى التربية أن تبلغ الشيء إلى حالة فحالة فحالة إلى أن ينضج. ويختص المحلى بأل بالله سبحانه وتعالى. عندما تقول الرب يبقى مين؟ يبقى هو الله، بخلاف المضاف لغير العاقل، رب الدار ورب الأسرة ورب السيارة ورب الكوب، كوب العصير يعني صاحبه، عشان ما حدش يعتدي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقل أحدكم ربي بل سيدي ومولاي، أي لا يقل أحدكم على غير الله تعالى ربي، بل يقول سيدي ومولاي. ولا يرد قول سيدنا يوسف إنه ربي أحسن مثواي، يعني ملك، لأن هذا كان شريعة لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن معاني الرب على وجه السرعة هكذا أنه المالك لما يربيه، فهو سبحانه وتعالى مالك لنا لأنه هو الذي ربانا وأنشأنا وخلقنا إلى آخر ما تعرفون. والمسألة سهلة. العالمين أصله من العلامة، لأنه ما من نوع من العالم إلا وفيه علامة على وجود خالقه. العالمين من العلامة، فيه معنى الإشارة التنبيه إلى الأصل. وما من شيء إلا وهو ينبه إلى مولاه وإلى خالقه سبحانه وتعالى. أو هو من العلم، فيختص بأولي العلم وهم الإنس والجن والملائكة. طيب، خلصنا من العالمين، يبقى الحمد لله رب العالمين. وصلى الله، الصلاة، الصلاة من الله رحمة مقرونة بالتعظيم. يبقى صلى الله يعني رحم نبيه رحمة تشتمل على تعظيم، معها تعظيم، معها توقير لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة من الملائكة الاستغفار، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة من الله رحمة ومعها تعظيم وتوقير وتبجيل لمن يرحم. ومن الملائكة استغفار، ومن غير الملائكة سواء كان يعني إنس جن حيوانات جمادات، تضرع ودعاء. طيب، إيه بقى العلاقة ما بين المعاني دي كلها؟ قالوا العلاقة بين هذه المعاني بأسرها هو الاشتراك اللفظي. الاشتراك اللفظي يعني ايه؟ الاشتراك اللفظي، الاشتراك اللفظي عبارة عن ما اتحد لفظه وتعدد معناه وتعدد وضعه. فاهمين ولا مش فاهمين؟ سهل خالص. اضرب لكم مثال: لفظة عين موضوعة لمعنى
العين الباصرة بوضع مستقل، وموضوعة للذهب والفضة بوضع مستقل، والمعنى في الأول يختلف عن المعنى في الثاني. موضوعة للبئر بوضع مستقل، فالمشترك اللفظي العلاقة إيه؟ إيه هو بقى المشترك اللفظي؟ لفظ واحد تحته معاني متعددة بأوضاع متعددة. تقول ما اتحد لفظه وتعدد معناه وتعدد وضعه، بمعنى أن لفظ العين موضوعة بوضع مستقل للعين الباصرة، وموضوعة بوضع مستقل للبئر، وموضوعة وهكذا. فالصلاة موضوعة بوضع مستقل للرحمة مع التعظيم، وموضوعة بوضع مستقل للاستغفار، وموضوعة بوضع مستقل للتضرع والدعاء. فيبقى العلاقة ما بين المعاني دي كلها ايه؟ ان كلها داخلة تحت المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي ده له يعني مسائل كثيرة وأحكام متعددة. قال وصلى الله. الله قلنا كثيرا أنه علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، وانتهينا منه والحمد لله. على، لأن الصلاة إنما تتعدى به على، صلى الله على. لكن الرحمة، رحم الله محمدا، لم تتعداش بعلى، لكن الصلاة تتعدى بعلى. صلى الله على سيدنا. السيد من ساد في قومه، يعني من وجهاء القوم، من عالية الشعب، أو من كثر سواده. سواده يعني إيه؟ يعني جيشه وأتباعه. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت فيه كل هذه الخصال، ووردت عليه كل هذه المعاني. صلوا عليه وسلموا تسليما. أو من تفزع الناس إليه في الشدائد، وهذا هو السيد، من تفزع الناس إليه في الشدائد. وكانت الصحابة إذا فزعوا من شيء احتموا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كل المعاني موجودة فيه. فهو سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض. وهو الحليم الذي لا يستفزه غضب، يعني لا، الغضب لا يجعله يتصرف تصرفات غير مسؤولة، كما نقول بالعبارات الحالية. لا يستفزه غضب، لا يؤثر فيه غضب. النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع فيه هذا. وهذا يدل على جواز إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا، تقولها في كل مكان وفي كل زمان، تقولها في صلاتك وفي خارج صلاتك، ولا تجرد الاسم، لأن تجريد الاسم من السيادة ليس من الأدب، وليس فيه ضرب من التوقير والتعظيم ورفعة شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الناس إذا تعاملوا مع ملوكهم تعاملوا معهم بعبارات موضوعة في البروتوكولات الحديثة لهذا التعامل. تقولون لملككم سيد الملك، أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أعلى وأغلى وأحلى وأنقى وأكمل من كل ملوك الأرض، حتى الذين يقومون بالعدل والحق فهو أولى بأن يوقر، وأولى بأن تتعامل معه بألفاظ يعني موضوعة أو قريبة لذاته. وسيد هذه لا تجاري ذاته صلى الله عليه وسلم، فذاته أعلى الذوات وصفاته أعلى الصفات صلى الله عليه وسلم. وقال علماؤنا يسن التسمية بمحمد
محبة في نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن سمى ولده بذلك حبا فيه أثابه الله على حبه. سمى محمد النبوي وخالد وأحمد النبوي كله كده نبوي في نبوي حبا في رسول الله. قال محمد النبي، وآثر التعبير بالنبي على الرسول. والنبي مهموز وغير مهموز، نبي ونبي ونبي وقرئ بهما في السبع، والنبيين والنبيين وكل له معنى، نبي ونبي والنبي والنبي نبي بالمد نبي او نبي نبي نبي، فهو بمعنى الخبر النبأ، يبقى من يبقى النبي من النبأ، والنبأ بمعنى الخبر. وهو اما يكون يعني مخبر ومخبر، مخبر بكسر الباء. طب وسيدنا النبي كان مخبر ولا ما كانش مخبر؟ ده كان مخبرا لهذه الأمة بالشرائع والأحكام، وكان أيضا مخبرا لأن سيدنا جبريل قد أخبره بأنه نبي ورسول. فهو مخبر ومخبر صلى الله عليه وآله وسلم. طيب واضحة جدا. وأما بترك الهمزة هيبقى نبي. نبي يعني إيه؟ من النبوة، والنبوة هي الشيء المرتفع، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم صاحب ذات مرتفعة ومقام عال. طب وتعريفه إيه بقى النبي بقى في الاصطلاح؟ قالوا النبي إنسان، الإنسان يستعمل في الرجل والمرأة، وبعضهم يقول لا يستعمل إلا في الرجل. أوحي إليه، أوحي إليه يعني أعلم، فالإيحاء بمعنى الإعلام بشرع، يعني أعلمه الله سبحانه وتعالى بالشريعة بطريق من الطرق المعهودة، إما بأن ينزل عليه جبريل، وإما بأن يجد يعني علما يقينيا ضروريا، وإما أن يرى ذلك يقع في المنام، وإما وإما، لأن طرق الوحي متعددة وكانت شديدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي وأولادي كمان. أوحي إليه بشرع، شرع يعني بنظام متكامل لنفع البشرية في الحياة الدنيا فيما يخصهم في التعامل بينهم وبين ربهم، وفيما يخصهم في التعامل بينهم وبين الآخرين. فالشريعة نظام كامل متكامل في العلاقة بين الحق والخلق، وفي العلاقة بين الخلق والخلق، يعمل به في نفسه، يعني أعلم بشرع وبنظام متكامل حتى يعمل به في نفسه، وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فهو رسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك قال وآله الطاهرين. الآل إما أن يستعملوا في مقام الزكاة أو في مقام الدعاء أو في مقام المدح، وعلى كل استعمال من هذه الاستعمالات يختلف المعنى.
فإذا استعملوا في مقام الزكاة بأن منع الشرع الآن من أن يأخذوا من الزكاة، كانوا هم أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم وبني المطلب. ولا يحل لأحد من آل بيت رسول الله شيء من الزكاة، لأنها غسالة أيدي الناس، ومقام آل بيت رسول الله أرفع وأنقى وأرقى وأعلى من أن يأخذوا غسالة أيدي الناس. وفي مقام الدعاء إذا أطلق الآل أريد به كل مسلم، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولآل البيت وهكذا، لأنه إذا أريد به كل مسلم فكل مسلم أحوج إلى الدعاء. وفي مقام المدح إذا أطلق الآل في مقام المدح أريد به كل تقي، فهم مختلفون باختلاف المقامات واختلاف الأحوال. الطاهرين، مش اللي بعدها الطاهرين ولا اللي بعدها محطة إيه؟ الطاهرين جمع طاهر، وطاهر ده اسم فاعل يعني صدرت منه الطهارة. أي الخالصين من النقائص، آل بيت سيدنا رسول الله خلصوا من النقائص، سواء النقائص الحسية أو النقائص المعنوية، فهم مرتفعون عن كل سفاسف الأمور، هذا شأنهم وهذا حالهم. قال بعد ذلك وآله الطاهرين، ثم قال بعد ذلك وصحابته. ها؟ عندك حاجة مختلفة؟ لا، وصحابته أجمعين. طب من لسه هو في الصحابة بس، واحدة واحدة عليك، ما احنا ممكن نقول لك والصحابة أجمعين وخلاص كده نقلب. عايزين نقلب بالظبط في 5-6 أشهر أخلصتكم، 3 أشهر أخلصتكم الكلام ده، بس وديكم كمان إجازات فيها، لكن هنعمل في الآخر ما نمسك واحدة واحدة كده، بس طبعا مع يعني مراعاة المبتدئين، ما تقلقوش. هو بس المقدمة دايما أنا ما بعرفش أخطف نفسي في مقدمات الكتب، حتى ولو متنا أبي شجاع لابد أن أنا أقعد كده يعني إيه أقول اللي في قلبي في البداية. وصحابته جمع، وهم من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به بعد نبوته في حال حياته اجتماعا متعارفا عليه بأن يكون على الأرض على العادة، بخلاف ما كان في السماء وما كان بين السماء والأرض. يبقى هم مين؟ من اجتمع. يبقى كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء أبصره أو لم يبصره، وسواء رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يره، فكل من اجتمع يبقى محض الاجتماع. مؤمنا يعني اجتمع هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمنا برسالة ونبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ومقرا بها في حال حياة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يخرج ما كان بعد الانتقال. ولذلك من رأوه في اليقظة ورأوا المثال لا يسمون صحابة، ومن رآه في المنام حتى وإن رآه كل ليلة فهذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يسمى صحابي. بعد نبوته خرج من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة اجتماعا متعرفا عليه، خرج الاجتماعات غير المتعرف عليه، كما حدث في ليلة الإسراء والمعراج. وهناك بقى قالوا الموت على الإسلام شرط لدوام الصحبة،
يعني هاب ان هو اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد نبوته واجتمع متعارفا عليه، ثم بعد ذلك ارتد، ثم بعد ذلك عاد الى الاسلام ومات على الاسلام، هيسمى صحابي، لان الموت على الاسلام شرط لبقاء اسم الصحبة عليه لا لبقاء اصلها. ثم قال بعد ذلك وصحابته اجمعين. اجمعين لتاكيد، تاكيد لكل الاصحاب وتاكيد لكل آل البيت. قال القاضي ابو شجاع، هو قال ولا لسه ما قالش؟ ايه ده احنا بنشرح في ايه؟ مش اللي جوه دي الناسخ ابو شجاع؟ هو مش الناسخ اللي قال كده؟ الناسخ يا ده تبعه الناسخ. طب ومال؟ اكيد جميع النسخ يا سيدي اثبت اللي ايه؟ انت عندك ايه؟ جميع النسخ اثبت. ما قالش قال القاضي ابو شجاع؟ عندك قال ايه؟ قال القاضي ابو شجاع. يبقى كل ديت من الناسخ، واحنا عمالين نشرح بما قاله الناسخ. طيب انت عندك ايه؟ قال القاضي ابو شجاع. طيب قال القاضي ابو شجاع، كل دي من الناسخ. لكن جميع المخطوطات اثبتت هذا الكلام. هي ما مثبته، بس اللي كاتبها المؤرخون النساخ. قال القاضي ابو شجاع كذا 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 كذا، سالني بعض الاصدقاء. طيب سالني بعض الاصدقاء، ده من كلام القاضي ابو شجاع، ده التهذيب ولا ايه؟ سنفترض انه قال. طيب خلاص افترض انه قال، ما خسرناش حاجه. قال القاضي ابو شجاع احمد ابن الحسين ابن احمد، طبعا وضع الهمزه ديت وضع الالف ابن هذه غير صواب. احمد ابن احمد الاصفهاني، تكلمنا عنه رضي الله تعالى عنه، سالني اي طلب مني، لان السؤال معناه الطلب، فالمساوي الطلب منه يسمى سؤال. الأصدقاء، والأصدقاء جمع صديق، سألني بعض الأصدقاء، الأصدقاء جمع صديق، والصديق هو يعني من يفرح لفرحك ويحزن لحزنك ومن يخلص لك في المحبة، هذا هو الصديق. بعض الأصدقاء، مش كل الأصدقاء، ده طلب منه بعض الأصدقاء الوفيين له، حفظهم الله، حفظهم يعني حرسهم من الشدائد والمكروهات، وهذه جملة دعائية، وإن سيقت بسياق الخبر، وإن وضعت في ألفاظ وقوالب الخبر، إلا أنها جملة دعائية إنشائية، اللهم احفظهم. وده بقى ضرب من ضروب الأدب، أن تدعو لنفسك وأن تدعو للآخرين، هذا ضرب من ضروب الخير وحب الناس. بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى، أي ارتفع وتنزه عن كل النقائص. أن أعمل، أعمل يعني أؤلف، أن أعمل يعني أؤلف مختصراً، وأعمل أن أعمل يعني أن وأعمل مؤولة بعمل وواقع موقع المفعول الثاني، ما هو سألني، سألني، الياء هنا هي المفعول الأول، وأن أعمل المفعول الثاني، يبقى سألني، سأل بعض الأصدقاء إياي عمل مؤلف، بس كده. ولذلك وانت بتقرأ حاول تحلل اللفظ، يشوف الدنيا ماشية ازاي. بارك الله فيك وأكرم والديك. مختصرا، المختصر
كما يقولون اسم مفعول من الاختصار، اختصر مختصرا، يعني هو الشيء الذي وقع عليه الاختصار. أن أعمل أي أن أؤلف مؤلفا مختصرا. والمختصر فيه تأويلات وتعبيرات كثيرة جدا كلها متقاربة المعنى، ومن أرشقها تكثير المعاني مع تقليل المباني، يعني أن آتي بعبارات قليلة تحمل معاني كثيرة. يبقى أن آتي بعبارات قليلة تحمل معاني كثيرة. أن أعمل مختصرا في الفقه. طيب يبقى في الفقه، في هنا متعلقة بإيه؟ شوية بقى كده يعني عشان يعني عايزين شوية علم كده. أن أعمل مختصرا في الفقه، يعني أن أعمل في الفقه أو مختصرا في الفقه. يبقى كأننا نقول بأن في الفقه تنازعها عاملان. العامل الأول أعمل في الفقه، يعني أعمل بمعنى أؤلف، والثاني أختصر في الفقه، فتنازعها عاملان. آتوني أفرغ عليه قطرا، فآتوني أفرغ عليه قطرا. قطرا هذا من قبيل الإيه؟ التنازع. يتقدم عاملين ويتأخر معمول، كل يستدعي ويطلب هذا المعمول. يبقى ده بيسمى يا مشايخ تنازع. تنازع يعني في نوع من أنواع الاختلاف والشجار على شيء، هذا يطلبه وهذا يطلبه، فده بيسموه إيه؟ وله أحكام مختلفة في النحو، وله حالات متعددة. أن أعمل في الفقه مختصرا في الفقه، آتوني قطرا أفرغ قطرا، فنعمل إيه بقى؟ في أحكام كثيرة. قالوا إما أن إحنا نجعل أفرغ قطرا، يعني قطرا هذه يأخذها العامل الثاني ونقدر في العامل الأول يعني قطر، وإما أن نقول بأن آتوني تأخذ قطرا المذكور وأفرغ يقدر فيها احتمالات يقدر لها قطرا. والأصوب أن الثاني هو الذي يأخذ العامل والأول يقدر له عامل مثله. طيب كلام لطيف وكلام علم منيف. في الفقه، في الفقه يبقى المؤلف كائن في الفقه، حاصل في الفقه. طيب ايش هو الفقه؟ الفقه نقول بقى، لان ده خلاف ده، الفقه لغة اختلف العلماء فيه على ثلاث معاني. المعنى الاول ان الفقه مطلق الفهم، سواء كان للأشياء الدقيقة أو للأشياء غير الدقيقة. تقول فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا، هذا ضرب من ضروب الفقه، مع أن فوقية السماء وتحتية الأرض من الأمور البدهية التي لا تحتاج إلى تأمل ولا إلى أي شيء. فقهت متن أبي شجاع، ده يبقى ايه اهو، ده ايضا يطلق عليه فقه لانه يحتاج الى تامل والى والى. فالفقه مطلق الفهم، وقيل فهم الاشياء الدقيقه، فلا يقال فقهت ان الارض فوقنا وان السماء تحتنا. ينفع الكلام ده؟ مش تصحوا معنا، فلا يقال ان السماء فوقنا ولا ان الارض تحتنا، لان فوقية السماء وأرضية وتحتية الأرض لا تحتاج إلى ضرب من ضروب التأمل وإلى وإلى، فلا يستعمل في مقابلتها
ولا يستعمل فيها الفقه، ولكن تقول فقهت متن أبي شجاع، فقهت غاية المأمون، فقهت يعني شرح المحلي على الورقات، فقهت المنهاج. نعم، لأن هذه أشياء يعني من شأنها أن تكون دقيقة وتحتاج إلى إعمال فكر وإلى تأمل وإلى وإلى. وبعضهم قال الفقه هو عبارة عن فهم مراد المتكلم من كلامه، فإذا أدركت ووصلت إلى مراد المتكلم وإلى مقصده من كلامه كان ما وصلت إليه مما يصدق عليه ويطلق عليه فقها. يبقى إما أن يكون الفقه الفهم أو فهم الأشياء الدقيقة أو فهم مراد المتكلم من كلامه، والفهم هو معرفة معنى الكلام. فهم يعني إيه؟ يعني إن حضرتك تدرك معنى الكلام، يبقى إدراك معنى الكلام هو الفهم. لكن الراجح وما ذكره جمهور العلماء أن الفقه مطلق الفهم. طيب، وفي الاصطلاح قالوا العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية. ما أنا قلت إيه؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو معرفة الأحكام التي طريقها الاجتهاد. عايز تعرف تاني؟ ولكن حتى نجلس مع كل تعريف يبقى إن شاء الله يعني يوم القيامة، ولكن إن شاء الله في كتاب آخر نبحث هذا التعريف بضرب من يعني التوسع. أصلح الله لكم الحال وأبان لكم المقال. على مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجعل الجنة مستقره ومثواه، وهو الإمام الأعظم المجتهد ناصر السنة، ده كم من أهل الحديث ومن أهل الفقه ومن أهل التفسير ومن أهل اللغة ومن أهل ومن أهل، فالشافعي حجة في كل فن. أنتم متعصبين قوي والله، دي الحقيقة، مش تعصب والله. الشافعي إمام في اللغة، كان حجة في اللغة، لم يتوفر لأحد من الأئمة مثلما توفر للإمام الشافعي، فقد تبحر تبحرا شديدا في اللغة حتى أن جهابذة اللغة كانوا يصححون دواوينهم على الإمام الشافعي، وما الأصمعي من ذلك ببعيد. وكان الإمام الشافعي يعني عنده نقادة في اللغة، وكان عنده حسن فهم وحسن كتابة وحسن صياغة، والذي كتبه إليكم لو كتبه بالعربية الفصحى التي أخذها من البدوي الأقحاح ما فهمها أحد، ولكنه أراد أن يكتب بلغة دارجة يفهمها الناس. وكان يحفظ آلاف الأشعار. اقرأ في مناقب الإمام الشافعي وأنت تدرك من هو الإمام الشافعي، وهو الإمام الأعظم. واحد يقول لك طب ما أبو حنيفة الإمام الأعظم، ما فيش مانع يعني، ولا خلاف في هذا، ولا يعني يتعارض هذه المسميات وهذه الأوصاف. المجتهد يعني مجتهد اجتهادا مستقلا، اجتهادا مطلقا، ناصر السنة لأنه كان يدافع عنها، ولأنه كان ينقحها، ولأنه كان يستنبط منها، وكان يجلها، وكان يقدرها. ناصر السنة والدين ورافع أمر الدين والشريعة الإسلامية أبي عبد الله، اسمه محمد بن إدريس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن العباس، ابن عثمان، ابن شافع. شافع هذا كان صحابيا. الشافعي
ولد بغزة فلسطين سنة 50 و100 150، ومات رحمه الله تعالى 204، عاش 54 عاما، حاجة بسيطة. وكون هذه المدرسة التي يعني تعبد بفقهها جميع أهل الأرض، جميع أهل الأرض يعني ده بجاز، لأن في حنابلية وفي شفع وفي حنابلة يعني وفي ملكية على مذهبي. قالوا المذهب لغة اسم لمكان الذهاب، مذهب يعني المكان الذي يذهب منه الإنسان، ثم استعمل فيما اعتقده الإمام من الأحكام مجازا. يبقى مذهب الإمام الشافعي يعني إيه؟ يعني آراء الإمام الشافعي التي اجتهد فيها وتحصل عليها باستخدام الأدوات. طب الشافعي نسبة إلى شافع وهو جده الثالث رحمة الله ورضوانه عليه، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، رحمة الله تعالى عليه ورضوانه أيضا جملة دعائية أريد بها أن يدعو لهذا الإمام الذي له أيد على كل إنسان ينتمي إلى مذهبه ويعمل بآرائه. رحمة الله يعني اللهم ارحمه وأنزل عليه سحائب رحمتك وارفع قدره ومقداره، ورضوانه أي وارض عنه. قال رحمة الله تعالى عليه أي على الشافعي، ورضوانه أيضا على الشافعي في غاية الاختصار، يعني في آخر مراتب الاختصار وهي تقليل الألفاظ. يبقى في غاية الاختصار معناها إيه؟ يعني في آخر مرحلة من مراحل الاختصار، والذي بعدها لا يكون اختصارا وإنما يكون نحو، ونهاية الإيجاز يعني الإيجاز ما ينتهي إليه الشيء، فهو تقليل الألفاظ، فهو قريب من معنى ما قبله يعني. وقيل وهذا هو الحق، العلاقة بين الغاية والنهاية الترادف، لأن الغاية آخر الشيء والنهاية ما ينتهي إليه الشيء، والاثنين واحد، آخر الشيء وما ينتهي إليه الشيء، ما الاثنين واحد يا مشايخ الإسلام والإيمان والإحسان. يقرب على المتعلم درسه، يقرب يعني يا مشايخ الإسلام أي يسهل تعلمه على المتعلم، يعني هذا الشرح هذا المتن وهو متن أبي شجاع غاية الاختصار يسهل على مريد العلم وعلى طالبه أن يتعلم، وليس المراد على المتعلم بالفعل على مريد التعلم، يعني هذا الكتاب يسهل على مريد التعلم التعلم. اقرأ في الكتاب كده لوحده هتلاقيه زي سلاسل الذهب، مثل سلاسل الذهب. قال علماؤنا التوفيق المختص بالمتعلم ينحصر في أربعة أشياء، عشان طالب العلم يكون من أجل أن يكون طالب العلم طالبا موفقا لا بد فيه من أربعة أشياء: ذكاء القريحة، يكون نبيه، اللي منكم مش نبيه يروح، مش يروح النهار لا يروح هناك بلد، لأنه إحنا بس كلكم نبهاء إن شاء الله، قول اللهم أمين. وطبيعة صحيحة، يبقى مستقيم صاحب طبيعة مستقيمة، وعناية مليحة، يكون عنده همة وعناية بطلب العلم،
مش يقول لك اصل النهارده يعني كان عندي صداع فما حضرتش الدرس، اصل انا يعني جاني ضيف من مش عارف منين فتركته من اجله الدرس. تبقى طالب علم خايب ولن توفق. متى توفق؟ اذا كان عندك عناية مليحة، عناية جيدة بطلب العلم، حضور الدروس، قراءة، الاطلاع، حفظ المعلومات، السعي في تكوين الملكات. ما عندكش كده يبقى انت يعني بين رحمة أرض رب الأرض والسماوات ومعلم ذو نصيحة. إذا أراد الله بطالب العلم توفيقا يرسل إليه معلم ينصحه دائما ويشده إلى دروس العلم وإلى الاطلاع وإلى المذاكرة وإلى 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 التعليم وهكذا. والحمد لله ومعلم ذو نصيحة. بارك الله فيا. آمين. العيال اللي قالت امين دي ربنا يكرمها. امين يا رب. والعيال اللي قالت برضك امين بقلبها ربنا يكرمها. واللي ما كانش معانا برضك ربنا يكرمها. واذا جمع للمتعلم ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المعلم. يعني الكلام بسيط قوي، اذا وجدت هذه الثلاثة ارتاح المعلم، مش هيتعب. ان يكون طالب العلم صاحب عقل مش خفيف وان يكون طالب العلم مؤدبا وان يكون حسن الفهم، يعني يفهم الاشياء على مراد قائلها. ان يكون عاقلا مؤدبا، يعني مش طالب علم يتعلم وبعد ذلك يظهر قلة الأدب ويظهر يعني التبرم من شيخه وعدم الاعتراف به. ورأينا من طلبة العلم أسوأ ما رأينا، الطالب تعلمه وتعطيه وتساعده في أن يعمل، ثم بعد ذلك هو يبادلك الرأس بالرأس. طيب ربنا إن شاء الله يهديك. خلينا مع العلم، عايزين نفتح هذه الجراح. قال العقل والأدب وحسن الفهم. وإذا جمع المعلم ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المتعلم. يبقى إذا جمع المتعلم ثلاث خصال تمت النعمة على المعلم، أن يكون طالب العلم عاقل ومؤدب وحسن الفهم. وإذا جمع المعلم ثلاث خصال فقد تمت النعمة على المتعلم، أن يكون صبورا، يصبر على طالب العلم مرة واثنين وثلاثة ويشرح لغاية تم ربنا ياخده والتواضع، أن يكون متواضعا مش متكبر على طالب العلم. بس في حاجة غريبة، أحيانا طالب العلم لا يحب إلا الشيخ المتكبر، والله ويبحث عنه. ولولا أننا نسجل ولولا أننا في هذا الجمع العظيم لأعطيناكم من الجزئيات ومن الأمثلة المنقحات ما يؤدي إلى تشييب الشعور إلى يعني ما شاء الله. الصبر والتواضع وحسن الخلق، أن يكون المعلم إنسان حسن الخلق. اللهم اجعلني كذلك. ثم قال بعد ذلك ويسهل على المبتدئ حفظه. كل ديت من جملة ما سئل، كل هذه الأشياء من جملة المسؤول عنه. ويسهل على المبتدئ حفظه، أي يتيسر على المبتدئ أن يحفظ هذا الكتاب. والحفظ ضد النسيان، وليس الحفظ يعني مستعملا في معنى أن تحفظه من الإتلاف، ولكن حفظ معناه إيه؟ إن أنا أحفظه عن ظهر قلب، وأن أكون متذكرا له مستحضرا له، وأن أكثر فيه من التقسيمات. وهذا أيضا من جملة المسؤول
سئل أن يكثر فيه من التقسيمات. التقسيمات جمع تقسيمة، وهي إيه بقى التقسيم؟ عبارة عن ضم قيود إلى أمر مشترك ليحصل منها أقسام متعددة. أضرب لك مثال لطيف جدا. إحنا قلنا إيه؟ ضم قيود إلى أمر عام، فإذا ضمت إليه هذه القيود حصل من كل قيد قسم. عندي الماء، ده أمر عام لأنه يشترك فيه أجزاء كثيرة، ضمنت إليه الإطلاق يصبح إيه؟ ماء مطلق. اكتب كده هنا ماء وبجوارها مطلق. هقول لك مين اللي معاه كراسة، اكتب ماء. جميل، وخد كده سهم اكتب جنبه مطلق، وانزل بسهم تحت واكتب جنب الماء المطلق. بعد كده بقى تكتب ماء اكتب جنبه مستعمل، ماء اكتب جنبه ناجس، ماء اكتب جنبه متغير. دي تقسيمات ولا مش تقسيمات؟ التقسيمات عبارة عن ايه؟ ضم قيود الى امر مشترك يحصل مع كل قيد من القيود قسم. فاذا ضمننا الاطلاق الى الماء حصل قسم اسمه الماء المطلق، واذا ضمننا الاستعمال الى الماء حصل قسم اسمه الماء المستعمل، واذا ضمننا النجس الى الماء حصل قسم اسمه الماء النجس، واذا ضمننا البحر الى الماء يبقى حصل قسم اسمه ماء البحر، ضمننا النهر يبقى ماء النهر. كل هذه اقسام، يبقى وان اكثر فيه من التقسيمات. تقسيمات جمع تقسيمه، اذكر الماء المطلق والماء المستوى والماء المستعمل والماء ماء البحر وماء السماء وماء النهر وماء وهكذا. كل هذه تقسيمات واضحه جدا معانا. طيب بعد كده قال ايه يا مشايخ الاسلام والايمان؟ خلاص دي كده، دي كده خلصت. وحصر الخصال الايه؟ وحصر الخصال. حصر الخصال يعني ايه؟ حصر الخصال يا مشايخ الاسلام؟ قال حصر، الحصر معناه في اللغه هو جمع كل افراد الشيء، ده معناه كده في اللغه. حصرت الشيء يعني جمعت كل أفراده. الحصر جمع أفراد الشيء بغير أن يخرج منها فرد، ده الحصر. طب وهو فعل هذا في الكتاب؟ لا، ولكن ليس هذا هو المعنى اللغوي، ليس هو المراد والمستعمل في هذا الموضع. وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. ما الذي سأله لم يسأله أن يجمع كل أفراد الشيء، وإنما سأله معنى مجازي من الحصر وهو الضبط، يعني أن يذكر الأشياء بضوابطها. يقول لك مثلا وسنن الوضوء 10 ويذكر منها شيئا وهكذا. يبقى الضبط معناه ايه هنا؟ معناه مش حصر كل افراد الشيء، وانما المراد منه ان يذكر الاشياء مضبوطه معدوده. هكذا قال الشراح. والخصال جمع خصله، وهي الحاله اما ان تكون يعني موصوفه بالمدح، واما ان تكون موصوفه بالذم. تقول خصله يعني مذمومة، أو خصلة ممدوحة. وأن أكثر فيه من الخصال يعني من ذكر الأوصاف وهكذا. فأجبته بعد كده إيه؟ فأجبته، والفاء هنا دي للإيه؟ للتعقيب. يبقى سألني فأجبته. طب وكيف أجابه؟
يعني معناها أنه هو وعده بأن ينفذ. أول ما سأله وتقريبا كانوا قاعدين مع بعض بعد الصلاة، قال له سيدنا اعمل لنا كتاب فيه وفيه وفيه وفيه. قال له أوعدك على طول إن أنا أعمل كتاب. وقيل أنه شرع فورا في الكتابة بحسب إيه؟ بحسب التعقيب في مثل هذه الحالات، لأن التعقيب في كل شيء بحسبه. فأجبته يعني نفذت مطلوبه إما بالوعد وإما بالتنفيذ على حسب العادة. فأجبته، التاء للفاعل والهاء للمفعول، يعني فأجبت السائلة. وإجابة السائل أمر ممدوح حط عليه الشرع. إلى ذلك، ذلك اللي هو يا مشايخ اللي هو التأليف، وأن أكسر فيه من التقسيمات وأن أفعل فيه كذا وكذا. طالبا يعني طالبا وقعت هنا حال، يعني أجبته حال كوني طالبا. الطلب يعني السؤال للثواب، والثواب متعلقة بالطلب، يعني أطلب الثواب طالبا للثواب وطالبا للثواب. قالوا الإنسان إذا عمل العمل فهو على ثلاثة أقسام: إما أن يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فقط، وإما أن يعمل العمل ويريد به ثواب الآخرة والهرب من العقاب فهذه مرتبة، وإما أن يعمل العمل ويريد به حظا من الدنيا وعرضا من حطامها وهذا حرام. فأما الدرجة العليا هو أن تعمل العمل لا تبتغي به سوى وجه الكريم، لا تريد به ثوابا ولا تريد أن تفر من عقاب، وهذه هي الدرجة العليا في العمل، وهي ممدوحة وممدوح أهلها، وهم الخلص الكاملون في علاقتهم وطريقهم مع الله سبحانه وتعالى. وهذا كان شأن الأنبياء، أنهم كانوا يعبدون الله لله على حب. والدرجة الثانية وهي درجة أيضا لا بأس بها في الشريعة غير أنها ليست كالدرجة التي قبلها، وهو أن يعمل طلبا للثواب أي ثواب الآخرة وهربا من عقابها. وهذا هو الذي نص عليه الشيخ هنا، ودي مقامات. وهناك فئة أخرى تعمل للدنيا، يقرأ سورة الواقعة من أجل أن يكون غنيا في كده، نص على هذا الشراح. طب هيحصل له الغنى، ولكن قرأ لغير وجه الله، كالذي مثلا تعلم العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ. فهؤلاء أول، ومن جاهد كذلك ليقال مجاهد ويقال فيه إنه شجاع وجريء. وهؤلاء أول ثلاثة تصعر بهم جهنم والعياذ بالله. راغبا بعد ذلك قال طالبا للثواب، راغبا. راغبا هتعربوها يا مشايخ، مين اللي معانا؟ حل من ايه؟ راغبا فين صاحب الحال؟ معطوف على طالب. ايه؟ معطوف على طالب. فين؟ فين العطف؟ مش عطف؟ لم يذكر يعني حرف عطف تقليدي. يعني ايه يا راجل؟ محذوف. هو كلامك يعني بصراحة تعذر فيه لأنك مش عربي. ده حال ثانية. حال برضك من قوله أجبته حال كوني راغبا، أو يعني أطلب أنا الثواب حال كوني راغبا، فممكن تجعلها حال
من فاعلي أجبت، وممكن أن تفعلها حال من فاعلي طالبا. هكذا قال الشراح. بضربه أنا في الحيطة عشان أقول له الشراح ويسكت. ومعنى الرغبة يعني السؤال، يعني سألته متوجها سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى يعني تنزه وتمجد وتعاظم راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب. الصواب هنا المراد به مش الصواب المعلوم في علم العقيدة، الصواب المراد هو أن يصيب مذهب الإمام الشافعي كما عليه أصحاب الشافعي. والمراد به ما هو مذهب الشافعي في الواقع، وإن لم يكن رأي الشافعي هو المراد عند الله، لأن يعني المصيب واحد. يبقى طالبا للثواب، طالبا للإيه مشايخ، في التوفيق للصواب وتعالى في التوفيق للصواب. التوفيق معناه ايه؟ معناه ان يوافق الصواب وان يقابل الصواب. وليس المراد من التوفيق هنا هو خلق القدرة في العبد للطاعة وتسهيل سبل الخير. يبقى التوفيق للصواب، التوفيق معناه في علم الكلام هو خلق القدرة في العبد على الطاعة وتسهيل سبل الخير له، لكنه لم يرد هنا هذا المعنى، وإنما أراد من الإصابة هو الموافقة، يعني أن يوافق الصواب. وإيش هو الصواب؟ يعني الآراء التي هي في المذهب وما عليه الإمام الشافعي، وإن لم يكن ما عليه الإمام الشافعي هو الموافق لما عند الله سبحانه وتعالى. إنه على ما يشاء قدير، إنه على ما يشاء قدير. القدرة هنا معناها، المشيئة هنا معناها الإرادة، وهي صفة وجودية قائمة بذاته سبحانه وتعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه كالوجود والعدم والبياض. هي دي المشيئة، المشيئة هي الإرادة، والإرادة صفة وجودية حتى يخرج الصفة العدمية، لا تأخذه سنة ولا نوم. قائمة بذاته سبحانه وتعالى، تخصص الممكن، الممكن الذي يجوز عليه الوجود والعدم، ببعض ما يجوز عليه. فخصصتنا فأوجدتنا، وخصصتنا فأماتتنا بعد حياة، خصصتنا فأعطتنا هذا اللون، وهكذا. وقدير يعني تام القدرة، لأن قدير فعيل من الصيغ التي توضع للمبالغة، والمبالغة هنا معناها إيه؟ معناها تمام القدرة. وبعباده لطيف خبير. العباد جمع عبد، وهو إنسان سواء كان حرا أو كان رقيقا، والعبودية كما يقولون ترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار والثقة بالفاعل المختار. ده عايزة ضربة، عايزة شغل ليل نهار، محتاجة إلى تربية حتى تصل إلى درجة العبودية، أنت محتاج إلى تربية. ولذلك شوف سيدنا عندما وصفه ربه قال إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده، فكرمه من جهتين. أسرى بعبده، أنه وضعه في مقام العبودية وأضافها لنفسه سبحانه وتعالى. والعبودية هي ترك الاختيار،
ألا يكون لك اختيار مع ما يجري عليك من أقدار مولاك سبحانه وتعالى. وعدم منازعة الأقدار يعني الرضا بالقلب رضا تام وكامل بكل ما يقع عليك، والثقة بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه وتعلق القلب به لا بسواه. مين بقى اللي عبد؟ طيب، فعندما قال له سبحان الذي أسرى بعبده، ده عبده اللي هو إيه؟ ده الصافي الكامل المكمل الذي ما تعلق قلبه إلا بالله، والذي ما توكل إلا على الله، والذي ما وثق في أحد إلا في الله، والذي ما طرأ عليه من قدر إلا وكان قلبه بردا وسلاما لأقدار ربه سبحانه وتعالى، وما نازع ربه سبحانه وتعالى في أي قدر يقع له وعليه، وترك فعله واختياره والتدبير ألا تدبر. اللطيف الخبير اسمان من أسماء المولى سبحانه وتعالى، اللطيف العالم بخفيات الأمور، ويلزم من العلم بخفيات الأمور أن يكون عالما كذلك بالأمور الظاهرة. سيدي ممكن التعريف؟ التعريف العبد والثقة بالله. طب من قلتها؟ أي ترك الاختيار وعدم منازعة الأقدار والثقة بالفعيل المختار. وده خط، ده شوف خط حلو، ما حدش عارف يكتب ده خط. انتهينا من يعني المقدمة، ننطلق بعد ذلك في أحكام الفقه. قال كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة ده مضاف ومضاف إليه. طيب يبقى عندي الكتاب ده مضاف والطهارة ده مضاف إليه. الشراح يقولون هذه الترجمة فيها أربع إعرابات: كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الطهارة، كتابي الطهارة. أربع إعرابات. كتاب الطهارة ده مبتدأ، وأين الخبر؟ محذوف. تقدير كتاب الطهارة هذا محله، هذا هو الإعراب الأول. كتاب الطهارة خبر، وأين المبتدأ؟ محذوف. تقديره هذا كتاب الطهارة، هذا هو الإعراب الثاني. كتابة الطهارة يعني إيه؟ يعني تعلم كتاب الطهارة، يعني مفعول لفعل محذوف تقديره تعلم كتاب الطهارة. الرابع كتابي الطهارة، وهذا كما يقول الشراح أضعفها. لماذا؟ قالوا لأن العرب لا تعمل حرف الجر محذوفا. كانوا قالوا في كتاب الطهارة لكنهم حذفوا حرف الجر. قالوا لا، العرب إذا حذفت حرف الجر نصبت على نزع الخافض، وهذا هو أضعفها. وقالوا، عرفت الأربع إعرابات؟ ثم بعد ذلك وقع مفاضلة بين إعرابين من هذه الأربعة، أيهما أولى وأيهما أحسن؟ ذكرها الشيخ الإسلامي الباجوري في كتاب المسمى فتح رب البرية. كتاب الطهارة قالوا على حذف مضافين، يعني كتاب بيان أحكام الطهارة في مضافين، هناك مضافان محذوفان مقدران في العبارة، كتاب بيان أحكام الطهارة. الشارح الغزي نبه على حذف واحد فقط،
فقال كتاب أحكام الطهارة. لا ده بيان، كتاب بيان أحكام الطهارة. الكتاب لغة معناه الضم والجمع. تكتب بنو فلان، إذا انضم بعضهم إلى بعض واجتمعوا يبقى الكتاب معناه الضم والجمع. طب في فرق ما بين الضم والجمع؟ قالوا الجمع أعم والضم أخص، لأن الضم لابد أن تكون فيه مماساة بين المضمومين، والجمع أعم لأنه قد يكون يعني بين أطرافه مماساة وقد لا يكون هناك مماساة. يعني أنا والشيخ خيري الآن مجموعين قاعدين بجوار بعض بس ما فيش ما بيننا مماساة. إذا اجتمعت أنا وهو هكذا وانضم بدني إلى بدنه كان ذلك ضم، لكن كده حصل كتاب اكتتاب اجتماع. طب وكده حصل اجتماع بس مع الضم، يبقى الضم والجمع. الجمع يشمل الضم ويشمل الاجتماع بغير ممساة. فالكتاب موضوع للضم وللجمع وهو مصدر. كتب كتابا وكتابة. طيب عرفنا ان هو مصدر. طب الطهارة؟ قالوا الطهارة لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. الطهارة لغة معناها النظافة، النظافة والابتعاد عن الأدناس الحسية والمعنوية. يبقى الطهارة هي النظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. الحسية كأن تتنظف من كل ما لا ينبغي ومن كل يعني نجس ومن كل مستقدر. والطهارة أيضا تستعمل بمعنى النظافة من الأدناس المعنوية كالحقد والحسد والغل وهكذا. فالطهارة معناها النظافة من الأقدار حسية كانت أو معنوية. الحسية يعني كالدم والكل مستخدر، والمعنوية يعني كل الصفات القبيحة النفسية. طيب والطهارة شرعا كما يقول الشارح هنا فيها تفاسير كثيرة ومعاني يعني مجملة، منها رفع الحدث وإزالة النجس كما عرفها في المنهاج. الطهارة رفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث، إيش هو الحدث؟ قالوا الحدث هو كل ما وجد بعد أن لم يكن لغة، وأما اصطلاحا فهو أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أمر اعتباري يعني أمر اعتباري يعني أمر يعتق بعضهم يقول أمر يعتبره العقل. الحدث أمر اعتباري يعني أمر يعتبره العقل ولا وجود له في الخارج. بعضهم بيقول هذا وبعضهم انتقد هذا التعريف، لكن اجعلنا على هذا لأنه ماشي على الشيخ البجول. قال أمر اعتباري، هذا الأمر الاعتباري قائم بالأعضاء. أنهي أعضاء؟ قالوا إذا كان في الحدث الأصغر فهو قائم بأعضاء الوضوء، وإذا كان في الحدث الأكبر فهو قائم بكل البدن. يبقى أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة. يمنع صحة الصلاة هو الأمر الاعتباري اللي مانع
ولا المنع حصل عنده؟ ده المنع حصل عنده، لأن المانع من الصلاة عند وجود الأمر الاعتباري هو المشرع، هو الله، لكن أضافوا هنا المنع إلى السبب، يبقى هو أمر يعني شيء موجود اعتبره العقل قائم بالأعضاء، قائم بأعضاء عقلا تتصف به الأعضاء، مانع من صحة الصلاة. لو حضرتك كده أحدثت ثم بعد ذلك قمت وقلت الله أكبر، هل يعني هذا يحسب لك أو تنعقد صلاتك؟ لا. لماذا؟ لأنك محدث، وليس هناك عذر يجعلك تقبل على الصلاة. مانع من صحة الصلاة يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فإن وجد مرخص من المرخصات المعروفة المعهودة التي سنتكلم عليها بعد ذلك فإنه لا يمنع لوجود العذر. عدم الماء، كان مريضا مرضا يمنع من استعمال الماء، فإنه حينئذ له أن يعني يتيمم. لم يجد الماء ولم يجد التراب، كأن كان مسكونا بمكان لا ماء فيه ولا تراب، فإنه يصلي على حاله، وحينئذ لم يمنعه الحدث من الصلاة لوجود العذر. يبقى أمر اعتباري قائم بالأعضاء، مانع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. بعض يعني العلماء يقول هو ليس أمرا يعني اعتباريا بمعنى أنه معتبر في العقل فقط، لا، بل هو أمر موجود، وكان كبار الصالحين يرونه، فكان سيدي علي الخواص يراه في المغطس، المغطس اللي هو ايه المكان الذي كان يتوضأ فيه الناس، كان بيشاف عليه لون كده، ولكن هذا يعني لبعضه. يبقى الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس، والنجس بمعنى يعني النجاسة، يعني وإزالة النجاسة. والنجاسة إما أن تكون حسية وإما أن تكون حكمية. فالنجاسة الحسية هي التي تدرك بالحواس، تدرك إما بالرؤية، إما بالشم، إما بالذوق، إما باللمس، يعني بأحد الحواس المعهودة المعروفة. وإما حكمية بأن لم تدرك بأي حاسة من هذه الحواس، عندما يحصل أن تصطدم يدك مثلا على سبيل المثال بكلب مع توسط رطوبة بينكما، الكلب مبلول أو أنت مبلول، ولا مسك بجسمه وجسمه عندنا معاشر الشافعية نجس، إيه اللي حصل في ما لمس الكلب؟ المكان الذي لامسه الكلب حصل أنه تنكس، ولكن نجاسة إيه؟ نجاسة حكمية. يعني إيه نجاسة حكمية؟ يعني ليست حسية وليست مدركة بأحد الحواس المعهودة، وإنما هي عبارة عن وصف أيضا قائم بالمحل، مانع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ويجب إزالتها على الصفة والطريقة التي سنقول عنها بعد ذلك. يبقى كتاب الطهارة، عرفنا الطهارة لغة وعرفنا الطهارة اصطلاحا أو الطهارة شرعا، رفع الحدث وإزالة النجس. وقيل الطهارة فعل ما تستباح به الصلاة أو ما يقوم مقامها، وكان هناك تعريف كثيرة، وكل تعريف من التعريف وراءه كلام طويل، ولا نريد أن نقف كثيرا أمام التعاريف. كتاب الطهارة، وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل المياه التي يجوز بها التطهير، والحمد لله رب العالمين.